يروى عن عبد المنسوق أنه ذات مرة أصدر في حقه حكما يقضي بسجنه لأشهر، وبعد أن سمع الحكم طلب من القاضي أن يخلي سبيله لحظات. فلما استفسره القاضي عن طلبه قال: روخ هذا الوقت دهنديت أتقضى دهنديت وقعد صغنيت. ويذكر أيضا أن عبد المنسوق كان يأكل اللوز. عن هشام أفلاح.